عليكم. اليوم حبيت نتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع مركب سيارات كيا موتورز بمنطقة تاغورت بولاية باتنا. إذن هذا المركب اللي يعتبر المركب الوحيد في الجزائر اللي يعني المستثمر نتاعو يعني فيه نية لوضع وسائل نتاع صناعة حقيقية للسيارات باستعمال روبوتات واستعمال عدة الملحقات نتاع صناعة السيارات، من الصباغة والتركيب يعني فيها عملية جدا يعني متطورة من ناحية الإدماج، لو طو دانتيغراسيون يعني نسبة الإدماج تاع السيارات، يعني تعتبر يعني مركب رائد. اليوم فيه زيارة نتاع وفد من برلماني إلى ولاية باتنا، حيث وقفوا على المشروع هذا، وكان فيه تصريح رسمي بأنه المصنع هذا أو المركب تاع كيا موتورز قد تم يعني أخذه على عاتق الوزارة، وزارة الصناعة. إذن هو الآن أصبح ملك للدولة، وسوف يفتتح عن يعني في الأشهر القليلة يعني الجاية هذه، في يعني إن شاء الله في أقرب الآجال. ويعني الخطوات راهي انتهت كلها، خطوات تاع تصفية الحالة المالية تاعو، الوضعية القانونية ديالو، والآن راه في التحضير للخطوات الأخيرة قبل الافتتاح الرسمي لهذا المركب يعني الهام جدا في إنتاج وصناعة السيارات في الجزائر. إن شاء الله ما يكونش مركب تاع يعني كما يقال نفخ العجلات، حتى وأنا الحقيقة لست مع هذه التعبير هذا، لأنه ما فيش مركب نفخ، فيه مركب تركيب سيارات حقيقة مش بتنفخ العجلات. المهم نترككم تتابعون ما توقع من هذا الفيديو، والسلام عليكم.